الراديو 90 90، هواها مصر. اليومين دول بقى كل برج يخلي باله من ايه؟ نمسكهم برج برج كده؟ اه ناخدهم برج برج. آه برج الجدي اقول له خلي بالك من الابراج المائيه، يعني بلاش الابراج المائيه الفتره ديت. برج الدلو بقول له رتب اوراقك علشان محتاج تعيد، يعني غير البلان شويه. الطريقه محتاجه انها تتغير. اوكي الخريطه لازم تتغير، دي حقيقه. اوكي لان هو بيدي كتير وبيدي اكتر من كده، فهو الفتره اللي فاتت ديت كانت حاسه ان هو واقف محلك سر، فمحتاج ان هو يرجع تاني يشتغل على نفسه شويه. تمام. اوكي برج الحوت بقول له ابعد عن الابراج الناريه، وبالاخص ستات الحوض ابعدوا عن الابراج الناريه علشان بترجعك ورا كتير. برج الحمل بقول لهم ان الفتره اللي ديت عندكم في ازمات هتحصل لكم، سواء في العمل او عاطفيا، وبالاخص عاطفيا. فانتوا عندكم الفتره اللي جايه حياه جديده غير اللي انتوا فيها، يعني 90% من برج الحمل في البنات كمان بالاخص او في الرجاله عندهم تغيير 180 درجه في حياتهم. فبقول لهم حاولوا التغيير اللي جاي يبقى الاصلح ليكم، او يعني تعملوا بلان صح، لان التغيير ده ما بيجيش كتير. برج الثور بقول له انت الفتره اللي فاتت ما كانتش لطيفه عندك خالص، الدنيا ما كانتش ظابطه، السفر ليه مهم. برج الثور السفر ليه مهم، غالبا لما يجي لك عرض سفر. بالنسبه للراجل لو جاله عرض سفر لازم يسافر، لان الدنيا تبقى ألطف بكتير. ست الثور بقول لها بطلي عند علشان عندك هيرجعك ورا كتير. الجوزاء ست الجوزاء بقول لها لازم تغيري طريقتك علشان بقت مكشوفه قوي، او يعني هي ماشيه بطريقه او بلان معينه خلاص الناس قريتها او اتفهمت قوي. فحاولي تتغيري شويه، لان برضو عندك بيخليكي ناس كتير تزعل منك. راجل الجوزاء عنده حياه احلى بكتير من اللي فاتت، عنده شغل جديد، حياه جديده. دايما الرجاله بحس ان هم يا امان اذكى من الستات شويه، بيعرفوا يعملوا ابديت. بصي انا يمكن ايوه يمكن الرجاله يعني دايما طول الوقت يقولك الست بتفكر احسن من الراجل، اذكى من الراجل، بس مين بيعمل ابديت؟ عندها حيل حتى اكتر من الراجل. لكن في الزمن اللي احنا فيه ده انا اكتشفت حاجات غريبه، اللي هو الست ممكن تكون ذكيه بس ما بتعرفش تستخدم ذكائها ده مع الراجل اللي بتحبه، او ما بتعرفش تعمل سوفت وير جديد، تعرفش تعمل ديليت في زراير كده في حياتنا. مش كلهم، مش كلهم ما بتعرفش. ليه؟ طب ما ست الجوزاء بتعرف تعمل ديليت في كل حاجه. ديليت طبعا. انا الزرار ده نفسي اشوفه قدامي. وست العقرب برضه بيعرف يعملوا ديليت. وفي شخصيات بتعرف تعمل كده، يعني ان هي تعمل ديليت وتقلب الصفحه طبعاً. وتنام وتقوم نسيت كل اللي راجل العذراء حضرتك. راجل العذراء يعرف يعمل ديليت جدا. يعني اللي هي مرتبطه براجل العذراء ما تستغربش ان ممكن ينام ويقوم ينساها اصلا. هو معروف يعني كتير جدا بقابل رجالات عذراء. اول ما بقابلهم اقول لهم مثلا برج ايه، يقول لي اوحش برج العذراء. برجي انا مش عارف، بس هو كويس، بس مش عارف ليه هم بيقولوا كده، بس هو يعني خاين بطبعه. مش خاين، بالعكس هو طفل جميل. مش كده لا، برج العذراء في الرجاله هو طفل كبير، يعني بيحب كل حاجه، كل هي مربوطه. اي حاجه تيه مربوطه. طب ده تمام، يعني ده البرج الوحيد اللي الواحده لو جايه ترتبط ما تبصلوش. مش كده، بس هو ساعه الحب بقى، مرايه الحب بالظبط. محدش بيحسبها، ما بتحسبش كده يعني. طيب احنا وقفنا بقى لغايه فين؟ قلنا اليومين دول كل واحد برج عنده حاجه حلوه. احنا وقفنا لغايه الجوزاء. لغايه الجوزاء نيجي للسرطان. سرطان ست وراجل بقول لهم بلا، يعني في عند غير طبيعي. العند دوت بيخليهم ما ياخدوش كل حقوقهم، يعني او بيقف محلك سر. يمكن الراجل شويه اذكى من الست شويه في ان هو برضه بيعمل ابديت عن ست السرطان. ست السرطان عندها بيخليها واقفه مكانها. نيجي للاسد. برج الاسد وبرج الاسد في الراجل وفي الست الفتره اللي جايه حلوه، عندهم طلوع، عندهم طلوع. ما يبقى لهم ما تخافوش،
لان هم كانوا دايما بيقولوا ان السنه دي بتاعتهم. بس الفتره اللي فاتت دي كانتش حلوه على الاسد. ما كانتش حلوه على الاسد بس علشان الناس ركزوا معاهم، علشان كل كان بيقول السنه دي سنه الاسد، ادوهم عين يعني اسد اسد ما طلعش اسد بالظبط كده قطه في الايه بالظبط. لكن خلينا نقول ان هو كان نفسيا الفتره فاتت مش حلوه، دلوقتي نفسيا بقى احسن. اوكي، واللي جاي احلى. يعني اللي جاي احلى للاسف. ودايما خلينا اقول لك ان لما بنتفائل تفائلوا تجدوا، يعني دايما لما تتفائلي بالحاجه حتى الوحشه اوكي بتمشي، لكن لما بنعقد الامور بتقف، واحنا اللي بنعقدها. نيجي لبرج العذراء. رجاله العذراء كفايه كده كفايه لا ربنا معاهم والله. رجاله العذراء الفتره اللي فاتت ما كانتش الدنيا لطيفه عندهم، بقول لهم رتبوا اوراقكم برضو، فكروا صح. عشان انتوا كنتوا ماشيين كويس، ايه اللي حصل لكم؟ الستات بقى بقول لهم بطلوا تكتكه. ايه بقى تكتكه؟ عشان احنا الست العذراء دايما بتحب تركز يعني بعينيها اكتر، او بتقعد تعمل بلان كده في الاول، في الاخر بتلبس في حيطه. فبقولها بتقعد تخطط تخطط ويعني في الاخر ما بتظبط يعني بتبقى دايما داخله هي في الاول ان هي بتحسبها وبتاع، وفي الاخر هي نصحه يعني وكده. ايوه، وفي الاخر بتقوم وقع. نيجي للميزان. برج الميزان ست وراجل اذكياء جدا 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 جدا، وعندهم حضور وعندهم رد، بس يمكن الراجل اهدى من الست في الميزان. ست مندفع، ست قويه. الراجل بيحاول بياخد باله من وهو بيعمل اي خطوه شكله عامل ازاي، الحاجات دي بتفرق معاه. ده راجل الميزان. طبعا. ست الميزان ما بيهمهاش، هتقلب الترابيزه هتقلبها. يعني وقت ما بتكون هتقلبها هتقلبها. فبقول لها لازم تغيري نفسك، لان الفتره دي مش حلوه. وخلينا نقول لما تبقى الايام مش حلوه ما نبقاش احنا ضدك، احنا والايام يعني دايما نهدى. يعني في فترات في حياتنا ما تبقاش لطيفه، نهدى، ما نكبرش المواضيع عشان الامور واقفه واقفه. بس راجل الميزان كمان بيبقى عنده يعني تحس ان مشاعره في ايده، يعني ساعات يعرف يعمل كنترول ساعات ما يعرفش. خلينا نقول ان دايما الستات بيقولوا ان انا في صف الرجاله، بس انا مش قصدي. انا عايزه اقول ان البدايه هي الست مش الراجل. الراجل زي الطفل، البدايه الست، الست هي اللي بتخلي الراجل يبقى اوكي او مش اوكي. يعني الكنترول في ايد الست بقى. بالظبط. الست لما الراجل لو هي بمجرد ضحكه في وشه في البدايه اوكي، الدنيا بتبقى غير. الطريقه بتفرق، الدخله بتفرق مع كل الناس في اي حاجه، خصوصا مع الرجاله. اوكي. نيجي لبرج العقرب. برج العقرب دايما بيقولوا ان اقوى ست في الابراج كلها، او اخطر ست العقرب. ليه بقى؟ ليه بيسموها بالست الخطيره؟ علشان هي دماغها فولاذيه. فولاذيه يا ساتر يا رب. يعني هي ذكيه جدا، بس هي ما بتخسرش، هي ما عندهاش ادنى استعداد انها تخسر. ايوه بس ده بمزاجها يعني. انا مثلا مقرره هي ما بتعرف هي بص، مع ان ما هي لما بتحب بتبقى سوري يعني هبله جدا. لكن هي طول ما هي دماغها شغاله ما تجيش جنبها، عشان هي عندها يعني بتعرف زي ما بيقولوا تخرج زي الشعر من العجين. يعني حتى لو هي عملت غلطه كبيره بتعرف تحل اي حاجه، وبتعرف تعمل اي حاجه، وبتعرف تشغل كل الناس اللي حواليها. يعني ذكيه جدا. ست العقرب. ست يعني عشان بس تبقوا واخدين بالكم، راجل العقرب على فكره طيب. هو مزواج وبيحب يعني هنقول 80 او 75% من رجاله العقرب هتلاقيهم متجوزين مرتين ثلاثه. ستر يا رب. بس هم بيعرفوا يعدلوا. عارفه عبد الغفور البرعي بالظبط كده. الحاج متولي. لا الحاج متولي مش عبد الغفور. الحاج لا صح. الحاج متولي. بيعرف يعدل، بيعرف يعدل. والله بص انا برضو ليا وجهه نظر زي ما انت ليكي وجهه نظر. انا العدل ده بحس ما بيجيش من الراجل، انا بحس ان الست هي اللي بتقبل بالهزيمه. هو مش عدل، هو رضا. الست هي اللي بتقبل ان يبقى في ست تانية وست تالتة، فهي اللي بتقبل وبتستمر وبتضحي وبتحس ان هي عادي، لكن مش الراجل. لكن انا بحس ان الست اكتر. لا بس خلينا نقول ان في ده بقى في البدايات هو بيبقى الراجل. بيعرف يعمل غسيل مخه صح، بيعرف يظبط الدنيا عنده. فالامور بتمشي. داخل يعمل سوبر ماركت. ايوه. يعني اللي هو حاجه صعبه جدا. نكمل. برج القوس. ست القوس اقوى من راجل القوس. راجل القوس تحس ان هو هادي كده، تحس ان هو شويه
قديم سيكا يعني، تحس ان راجل القوس بيبقى قديم شويه، او يعني هو تحس ان لو جه شويه لو جه في الستينات والخمسينات كان لقى نفسه اكتر. بيحب يفكر، بيحب ياخد وقته. راجل قصدك من الناس دايما اللي هم يحبوا يلبسوا لبس معين، بتكنيك معين، ما يغيرش الساعة، ما يغيرش ستايل لبسه، مش كده بالظبط. بس يعني قصدي اقول ان هو بيبقى افكاره قديمة، هو 10 حاجات بيعملهم راضي بيهم. اوكي، ما بيعرفش يطلع برا العباية دي. هو كده مش هزود. هو مبسوط ومرتاح وراضي. الست بقى عكسه 180 درجة. تحس ان هي عارفة نيلي على شريهان، هي باكج فعلا موجود كل حاجة فيها. ومن يعني خلينا نقول ان في الستات في الابراج كلها الست الوحيدة اللي بتعرف تتأقلم مع اي جروب ومع اي ناس هي ست القوس. ست القوس بتعرف تقعد وتتكلم ومع اي مستوى مع اي ناس، تعرف تندمج في اي قعدة. بالظبط كده. فبقول لها برضو ان اللي جاي حلو، ست القوس اللي جاي حلو، وراجل القوس اللي جاي حلو. الدنيا لطيفة، بس برضو بعيدة عن الابراج الهوائية. الهوائي.